السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة اللي كتهتم طبعا كل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والرياضية. اللي كيتفرج فينا حاليا ميبخلش لينا ويضغط على زر الإعجاب وأيضا تخلي واحد التعليق مزيون في تحت الوصف، لأن الضغط ديالكم على الإعجاب كيخلي القناة وكيخلي الفيديو يوصل لشريحة كبيرة من المتابعين. بلا ما نطول عليكم هنخليكم مع أبرز عناوين هذه الحلقة. إلياس المالكي أمام القضاء وإلغاء مشاركتي في دور الملوك مع بيكي بعد تصريحاته المثيرة للجدل. مراد العشابي يطمئن جمهور الفنان محمد الخلفي، تحسن حالته الصحية بعد فترة صعبة. فضيحة الكلاسيكو، برشلونة تسحق ريال مدريد برباعية مثيرة. واقعة قنصلية مرسيا، طرد حارس أمن إسباني والقنصل المغربية تعتذر وتعلن فتح تحقيق. تفاصيل زيارة ماكرون رفقة وفد يتألف من 122 شخصية سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية ورياضية. خطوة غير مسبوقة، المحامون بالمغرب يتوقفون عن ممارسة مهنة الدفاع. يواجه اليوتيوبر إلياس المالكي ضغوطا قانونية كبيرة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي أثارت استياء العديد من المغاربة خاصة في الأوساط الأمازيغية. موجة الغضب بدأت بعد نشر لمقاطع فيديو اعتبرت مسيئة للأمازيغ، حيث وصفهم بعبارات مهينة أثارت ردود فعل واسعة. هذا دفع 15 شخصية أمازيغية إلى تقديم شكاية رسمية ضده بتهمة التحريض على الكراهية والإساءة لثقافة الأمازيغ، مع تكليف محام لمتابعة القضية أمام القضاء. وفي تطور مفاجئ آخر، تم الإعلان عن إلغاء مشاركة إلياس المالكي في دور الملوك، وهو حدث رياضي نظمه اللاعب الإسباني الشهير جيرارد بيكي. كان من المقرر أن يشارك إلياس المالكي كوجه إعلامي ومؤثر في هذا الحدث، إلا أن الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة دفع بالمنظمين إلى إبعاده لتفادي تداعيات هذا الجدل على الحدث الرياضي. هذا القرار جاء بعد ضغوط من الجمهور وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي رأت أن مشاركة شخصية متورطة في قضايا الكراهية قد تؤثر سلبا على صورة الدوري. إلغاء المشاركة يمثل ضربة قوية لمسيرة المالكي الذي كان يعول على هذه الفرصة لتعزيز مكانته وشعبيته في الساحة الرياضية والفنية. قرار المنظمين جاء في سياق حساس، حيث يسعى الدوري للحفاظ على صورته كحدث جامع يروج للقيم الرياضية والتعايش. التداعيات المترتبة على هذه الأزمة لا تتوقف عند الجانب القضائي، بل تتجاوز ذلك لتشمل مسار المالكي كمؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فقد جزءا من شعبيته وتعرض لحملة مقاطعة من قبل فئات واسعة من الجمهور المغربي. يحاول المالكي حاليا تخفيف الأضرار بتقديم اعتذارات عبر منصاته الرقمية، مؤكدا أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ، أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى أي طرف. ومع انتظار الحكم القضائي الذي قد يحدد مصير هذه القضية، يبقى السؤال المطروح، هل ستؤدي هذه الأحداث إلى نهاية مبكرة لمسيرة المالكي، أم سيجد طريقة للعودة إلى الساحة؟ وما تأثير إبعاده عن دور الملوك على علاقته بالوسط الرياضي والمجتمع المغربي بشكل عام؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للإجابة على هذه التساؤلات المثيرة، خاصة مع استمرار التغطية الإعلامية الواسعة لهذه القضية. في خطوة أسعدت عشاق الفن المغربي، كشف الإعلامي مراد العشابي عن أخبار سارة تتعلق بالوضع الصحي للفنان القدير محمد الخلفي. العشابي شارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام فيديو يجمعه بالخلفي ليطمئن محبيه ويضع حدا للشائعات التي انتشرت حول حالته الصحية. الفيديو أظهر الفنان الخلفي وهو يستعيد بعضا من حيويته وابتسامته بعد فترة صعبة عانى خلالها من وعكة صحية ألزمته الفراش لعدة أشهر.
كانت الشائعات قد اشتدت في الآونة الأخيرة حول تدهور حالة الخلفي، مما أثار قلقا واسعا بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني. ومع انتشار هذه الأخبار سارع العشابي إلى طمأنة الجميع وعلق عليه حيث علق قائلا: الحمد لله الفنان محمد الخلفي يتحسن وابتسامته عادت من جديد، شكرا لكل من سأل عنها. هذه البادرة لاقت تفاعلا كبيرا وواسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المتابعين عن سعادتهم بتحسن حالة الخلفي وتمنياتهم له بالشفاء التام، كما طالب الكثيرون بمزيد من الدعم للفنانين الذين قدموا الكثير للساحة الفنية وضرورة الالتفات إلى وضعهم الصحي خاصة في سنواتهم المتقدمة. الجدير بالذكر أن محمد الخلفي يعتبر من أعمدة الفن المغربي، حيث قدم على مدى عقود طويلة أعمالا خالدة ساهمت في إثراء المشهد الفني وعودته تدريجيا لنشاطه، تعتبر بشرى سارة لمحبيه الذين ينتظرون رؤيته مجددا على الساحة الفنية. في حدث رياضي أثار جدلا واسعا، تمكن فريق برشلونة من تحقيق فوز ساحق على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-0 في الكلاسيكو، حيث سجل الأهداف كل من روبرت ليفاندوسكي ورافينيا الذين أثبتوا أنهم نجوم اللقاء بدون منازعة. تم تسجيل الأهداف في الشوط الثاني، حيث افتتح ليفاندوسكي التسجيل مبكرا، ثم أضاف رافينيا الهدفين الثاني والرابع، بينما سجل ليفاندوسكي الهدف الثالث ليضع برشلونة في صدارة جدول الدوري الإسباني. هذا الأداء المذهل أعاد الجدل حول مستقبل ريال مدريد وتكتيكاته، مما يجعل الجماهير تتساءل عن قدرة الفريق على المنافسة في الفترة المقبلة. هذا الانتصار يفتح المجال لنقاشات حادة حول الهيمنة الكتالونية في الكلاسيكو وتأثير ذلك على الصراع التاريخي بين الناديين، حيث يتساءل الكثيرون: هل بدأت مرحلة جديدة من تفوق برشلونة على الغريم التقليدي؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الفوز الكبير يعيد الأضواء إلى بعض الأسماء المميزة في برشلونة، مما يعزز التكهنات حول صفقة قادمة ومدى قدرة الفريق على المحافظة على هذا الزخم في قادم المنافسات. وللمعلومة وأصحح ما قلت سابقا، فالهدف الثالث كان من توقيع لامين يامال. استغنت القنصلية المغربية بمورسيا جنوب شرق إسبانيا عن خدمات حارس الأمن الذي عنف مواطنا مغربيا داخل القنصلية، وتم تداول مقطع الفيديو في الأيام الماضية يظهر حارس أمن وهو يقوم بضرب مواطن مغربي باستعمال عصا داخل مقر القنصلية المغربية بمورسيا أمام أنظار مرتفقين وموظفين. ونقلت مصادر مطلعة أن السيدة سناء مرواح قنصل المملكة المغربية بمورسيا بيانا أكدت فيه أن الشخص المتورط في الحادث هو رجل أمن خاص مستأجر من قبل شركة محلية، وعربت القنصلية عن أسفها العميق لهذا الحادث الذي وصفته بغير المقبول، وأعلنت بأن طلبت الاستبدال الفوري لرجل الأمن الخاص بسبب سلوكه العنيف والمبالغ فيه ضد مواطن مغربي داخل مؤسسة مهمتها تقديم الخدمات القنصلية والمساعدة القانونية لمواطنيها. كما لفت البيان إلى أنه تم فتح تحقيق لدى الشرطة لتحديد المسؤوليات عن هذه الحادثة، لافتا إلى أن هذه القنصلية ستتابع عن كثب التحقيق ونتائجها. ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي حينما توجه مهاجر مغربي إلى القنصلية برفقة زوجته للحصول على جواز سفرها، كان ذلك حوالي الساعة 10:30 صباحا. وما حدث هو أن المرأة حصلت على جوازها، لكن قيل للرجل إن عليه الانتظار حوالي ساعتين، وخلال ذلك اندلعت مناوشات بين المهاجر المغربي ورجل الأمن الخاص، واستدعت القنصلية حارس الأمن ليقوم بتعنيف المواطن المغربي ويقوم بإخراجه بالقوة إلى الخارج. ودخل الرجلان في جدال تطور إلى استعمال العصا من قبل حارس الأمن في حق المهاجر المغربي. يترقب الرأي العام المغربي والفرنسي بشكل كبير زيارة الدولة التي سيقوم بها بداية من غد الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة. وحسب نص بلاغ الإليزي، فإن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي يتكون من 122 شخصية كبيرة من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والجيش والرياضة. وتشكل زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أعلن عنها يوم الاثنين في بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، مرحلة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستثنائية
التي تجمع بين المغرب وفرنسا. وأوضح البيان أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع بين البلدين. وقد عملت باريس والرباط تاريخيا على تطوير هذه الروابط متعددة الأبعاد، وهما اليوم مدعوتان لتعزيزها أكثر في إطار دينامية جديدة تهدف إلى دخول فصل جديد من هذه الشراكة الاستثنائية التي تشهد اليوم قفزة نوعية إلى الأمام في سياق جديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في سياق جديد يتمثل في الدعم الذي أدارته فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، والذي يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. تشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية في إطار الدينامية الدولية الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء منذ عدة سنوات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وفي كافة القطاعات يكتب فصل جديد في التاريخ المشترك، ويبرز بعد جديد لمصير البلدين المشترك من خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تؤشر لبداية عهد جديد من التعاون الاستراتيجي قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي شق العلاقات الثنائية، ستتيح زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الفرصة لمواءمة الشراكة المغربية الفرنسية مع تطلعات قائدي البلدين سواء على المستوى السياسي أو في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة والصناعة والتعليم والثقافة وغيرها. وبفضل موقعه الإقليمي والقاري والتاريخي العريق، إضافة إلى القيادة الملكية التي تميز المغرب في مجالات الحداثة والتقدم، تموقع المغرب كشريك مفضل لفرنسا، إذ يعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات وضامنا للسلام والاستقرار في محيطه المباشر وعلى مستوى والقارة. وتتمثل طموحات البلدين وقائديهما في تعزيز هذه الشراكة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك ليس فقط للبلدين ولكن أيضا على الصعيد الإفريقي. وتوجد التنمية السوسيو-اقتصادية في قلب المصالح المشتركة بين باريس والرباط بفضل الاستثمارات المتبادلة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة والخدمات، يهدف تلبية تطلعات الأجيال الجديدة في البلدين وكذلك على مستوى القارة الإفريقية بأكملها. وعلى نطاق أوسع، أظهرت الرباط وباريس قدرتهما على تنسيق جهودهما على الصعيد الدولي وفي المنصات المتعددة الأطراف المختلفة، وتبرز الحاجة إلى هذا التنسيق بشكل أكبر في ظل النزاعات والاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم، وفي ظل هذه الروح من التنسيق على مستوى الجهود. على مستوى الجهود والتشاور والحوار السياسي الهادئ والبناء، يسعى البلدان إلى بناء علاقتهما المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأمني والجهود المشتركة للحفاظ على السلام في مناطق النزاع. وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا لتؤكد على التاريخ الطويل المشترك والصداقة المتينة التي تم تطويرها بين البلدين والشعبين، خاصة في مجالات التبادل الإنساني والثقافي والأكاديمي. وفي هذه المجالات تشكل الرباط وباريس ثنائيا يبعث برسائل ومبادرات تتجاوز حدود أوروبا وإفريقيا. في خطوة احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداء من فاتح نوفمبر 2024 حتى إشعار آخر. المحامون أعلنوا عن التوقف عن المرافعة أمام الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق. يأتي هذا في إطار برنامج تصعيدي أشاره المحامون في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضوها خلال الفترات الماضية رفضا لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية. وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 26 أكتوبر 2024 في طنجة، حيث عبر المحامون عن رفضهم لما وصفوا بالإجراءات التي تستهدف مكانة مهنة المحاماة. وعربت الجمعية في بلاغها عن اعتزازها بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلا كافيا من الجهات المعنية. وأوضح البلاغ أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصرارا على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة،
في الدولة الديمقراطية. واعتبرت أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء. وأكد مكتب الجمعية على استعداده للحوار الجاد مع الجهات المختصة للوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن تتوافق التعديلات الضريبية من نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات. في هذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.